عبر الهاتف كهرمان مرعش للحديث أكثر عن هذا الموضوع. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد كهرمان. إذا نتحدث عن وثيقة استخبارات غربية اليوم تتحدث من جديد، وكان في اهتمام ملحوظ بموضوع كيماوي الأسد في الآونة الأخيرة. ضيفنا اللواء عدنان سلو رئيس أركان إدارة الحرب الكيميائية سابقا، مساء الخير سيادة اللواء. إذا نتحدث، استمعت معنا للتقرير، نتحدث عن ثلاثة مواقع، لو نعرف تفاصيل إضافية منك من جديد، أين يصنع الأسد الكيماوي وأين يخبئها، إضافة لما ورد بتقرير الزميلنا. نتحدث عن موقعين بدمشق، عن موقع بحماة، والموقع بالحماة هو المسؤول مفروض عن الإنتاج والتطوير. نعم سيدتي الكريمة، لا زال النظام الأسد يملك ترسانة كبيرة من الأسلحة الكيميائية، وكان يملك 3000 طن، سلم منها حوالي 1300، ويملك الآن 1700 طن و500 طن مخرجة مواد سامة مخرجة من القتال. نعم. يملك الآن النظام المجرم نظام بشار الأسد يملك حوالي 7 منشآت كيميائية للتصنيع و6 مخابر لإنتاج وتطوير الأسلحة الكيميائية بوتيرة عالية. هذه المنشآت موزعة بكل أنحاء سوريا وليست فقط بجمرايا أو ببرز البلد ضمن المدينة، هناك أنفاق كثيرة في شرق الضمير اللي هن مركز الباسل ومركز العساف على طريق تدمر، يبعد 50 كيلو متر باتجاه تدمر، من الضمير باتجاه تدمر. الباسل والعساف تحت الأرض، منشآت تحت الأرض. وهناك أيضا مراكز البحوث العلمية والمختبرات شرقي عند مصياف مثل ما ذكرتي، في جنوب شمال مصياف ب 15 كيلو متر قرية الزاوي. هناك أيضا مركز البحوث العلمية. هناك في جبل تقسيس، الجبل تقسيس هو جنوب حماة ب 5 كيلو متر، هذا الجبل تحت الأرض كله مدينة كاملة ومركز للبحوث العلمية. طيب، ما الذي بإمكان الأسد إنتاجه من الكيماوي اليوم سيادة اللواء، وإلى أي درجة يعني هم على علم وبالتالي ينتج بشكل صحيح إذا صح التعبير، لأنه إنتاج الكيماوي وتصنيعه ليس بالعملية السهلة. سيدتي الكريمة، أنه النظام لازال في عنده 6 مختبرات بالتعاون مع خبراء كيميائيين إيرانيين وسوريين ومن كوريا الشمالية لتصنيع هذه الأسلحة الكيميائية بإشراف اللواء علي مملوك، هذا اللواء المجرم اللي هو تم تصنيع أكثر المواد السامة بإشرافه في مراكز البحوث العلمية باعتباره كان ضابط من المخابرة الجوية. فالأسلحة الكيميائية التي تم تصنيعها والتي يتم التركيز عليها هو غاز الزارين الأخطر والأوسع انتشارا والأكثر خطورة، لأنه سريع النفوذ وسريع الطيران وسريع التطاير بسرعة. هذا غاز الزارين هو الغاز الأخطر والأكثر استعمالا، ويليه غاز الكلور، غاز الكلور السام ومخرج من القتال، أي أن النظام إذا عجز عن اقتحام أي جبهة من الجيش الحر فهو يستخدم براميل الكلور مباشرة ويقتل المدنيين ويقتل الجيش الحر وكل ماذا نعلم عما أرسله من هربه الأسد إلى بعد ما التزم مفروض بتسليم ترسانة الكيماوية إلى حزب الله في لبنان؟ ماذا نعرف عن هذا الموضوع غير ما قلته موجود بسوريا 500 طن لديه من المواد السامة؟ سيدتي نعم، هناك نفق سري لا أحد يعرفه إلا أنا وبعض الآخرين الشهود العيان الذين تكلموا عن هذا النفق بين سرغايا وبين النبي شيب في لبنان. نعم. هذا النفق تحت الأرض ولا ممنوع الدخول إليه أو الاقتراب من دخوله. تدخل الصواريخ من إيران إلى حزب الله عن طريق سوريا، وهناك أيضا مراكز ضمن لتخزين الأسلحة الكيميائية في لبنان، منها النبي شيت، البلوزي، جنتا. تدخل هذه المواد عبر النفق الموجود حوالي سوغايا إلى لبنان. طيب. وبشكل سري جدا. أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة سيادة اللواء عدنان سلو رئيس أركان إدارة الحرب الكيماوية سابقا، شكرا.